ورجعنا لكم تاني، وخلونا دلوقتي نروح مباشرة للعالمين الجديدة مع زميلتي جمانة ماهر اللي هتكلمنا عن كواليس وفعاليات اليوم وهنتعرف منها على آخر الأخبار. مساء الخير يا جمانة. مساء الخير عليك يا ليلى، ومساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. الحقيقه يمكن في يعني احداث كتير قوي يا ليلى، والمهرجان كل يوم الحقيقه يمكن الاكتيفيتيز والايفنتس بتكتر وبيبقى فيه مفاجآت كتير قوي، واداره المهرجان مصره تفاجئنا كل اسبوع عن اللي قبله. لو هنتكلم سريعا جدا عن ملخص الاسبوع اللي فات لحد امبارح يا ليلى، كان في احداث كتير جدا الاسبوع اللي فات. لو هنتكلم عن كمان حفله امبارح تحديدا، الحفله يعني زي ما كان حتى الجمهور بيطلق عليها ليله الاحلام، يعني ان كان جمهور الفنانه الكبيره سعاد ماسي او حتى جمهور النجم الكبير كمان حمزه نمره او حتى جمهور مسار اجباري، كان في كمان مفاجات كتير قوي 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 على المسرح يا ليلى. فكره انه مسار اجباري كمان بيغني مع حمزه نمره اغنيه انا هويت طبعا للفنان راحل سيد درويش، دي كانت مفاجأة للجمهور، والجمهور تفاعل بشكل كبير جدا جدا معاهم. كمان إهداء مسار إجباري أغنية لفلسطين الحبيبة، كمان الجمهور تأثر بشكل كبير قوي يا ليلى، وتفاعل كمان مع الأغنية جدا جدا، وده يبين قد إيه بجد الشعب المصري قلبا وقالبا مع أشقائنا في غزة وفي فلسطين بشكل عام. الحفلة امبارح كان فيها إقبال كبير قوي يا ليلى الحقيقة، والجو كان حلو قوي. ويمكن لو هنتكلم عن سعاد ماسي أو حمزة نمرة أو مسار إجباري، يعني خليني أقول لك أن كان في أداء استثنائي ومبهر امبارح يا ليلى لو هنتكلم على مسرح يو أرينا. سريعا جدا ملخص أحداث الأسبوع اللي فات، طبعا تم افتتاح مهرجان نبتة وهو مهرجان للأطفال، والنهاردة كان في كمان يعني آخر كان آخر يوم لمهرجان نبتة، وأيضا كمان مهرجان الأكل بايتس باي ذا سي. كمان مهرجان الأكل ده كان بقى في إقبال مش قادرة أحكي لك يا ليلى قد إيه كان كبير، كان في أكلات كتير جدا، وزي ما احنا دايما بنقول انه الاكل واحده من اللغات اليونيفرسال، اللغات اللي كل العالم بيفهمها. كان في اكلات كتير جدا موجوده من كل دول العالم الحقيقه، كان في مسابقات كمان هناك، وكان في اقبال زي ما قلت لك كبير قوي. كمان كان في سباق رالي لطلبه الجامعات اللي فاز بمركز في المركز الاول في طلبه كليه حلوان. جمانة خليني بس أقف عند مهرجان الأكل شوية، وعايز أعرف كواليس وتفاصيل، يعني الناس إزاي تفاعلت مع المهرجان ومع الشيفات الكتير والأكلات اللي من كل دول العالم، كان إيه أكتر حاجة عجبتهم؟ بصي زي ما انت قلتي يا ليلى، كان في شيفات كتار جدا وكلهم من اكتر الشيفات اللي الناس بتحبها، منهم طبعا نجلاء الشرشابي. وكان في مسابقات كتير قوي، كان في مسابقات ازاي يعني مثلا مسابقه حمص الشام دي كانت خطيره الحقيقه، كان في مسابقه ازاي مين اسرع حد هيعرف يحضر ويجهز حمص الشام مثلا، دي واحده من المسابقات كمان اللي تفاعل معاها الاطفال بشكل كبير قوي. كان في مسابقات ثانيه متعلقه بتحضير الاكل ومتعلقه باسئله، وكان في كمان تفاعل كبير قوي بين الناس والشيفس او اكتر الشيفس اللي كانوا بيحبوهم او الشيفات اللي بيحبوهم اللي كانوا موجودين في المهرجان. المهرجان الحقيقه قدم اكلات مختلفه يا ليلى، وفي ناس بقى كانت بتسال ايه كان يمكن اكتر الحاجه من الحاجات اللي ادتيها جمانه وعجبتك بما انك كنت موجوده امبارح، ايه هي يعني اهم حاجه ليلى؟ انت مش حاسه ان وشي شويه راضي تخي يا ليلى؟ جربت كل الاكل. كانت ايه اكتر حاجه اقولها والله؟ بس هو فعلا انا جربت الاكل كله بجد كان حلو، يعني مش قادره احكي لك، مش عايزه اظلم، مش عايزه اقول لك كلهم اولادي، بس الاكل كله بجد كان حلو. انا اتبسطت كمان قوي بحمص الشام، مع ان يعني هو مش مناسب للجو ده قوي، بس هو من كتر ما كان حلو الحقيقه. لا يعني لعبت معاهم كتير قوي ليلى في امبارح في مهرجان بايتس باي ذا سي الحقيقه. طيب بالنسبه لبقيه الاحداث بقى، كنت بتكلميني كمان عن الرالي وازاي كان يمكن حاله مختلفه وشارك فيه عدد كبير من طلاب الجامعات المصريه. الحقيقة ليلى أنا بالنسبة لي أنه الحدث ده تحديدا هو حدث مهم جدا، مش لأنه حدث رياضي مهم ولا حدث ترفيهي مهم، لا، لأنه بيثبت أولا رؤية المهرجان ورؤية إدارة المهرجان أنها يعني تشجع وتدعم كمان المبتكرين والباحثين، وان هم يقدروا، احنا بنتكلم على طلبه جامعات قدروا ان هم ينفذوا سيارات كهربائيه
تسابق في هذا الحدث، وده كان مهم جدا يا ليلى. عدد كبير جدا من الطلبة كانوا موجودين وكانوا أعضاء في فريق واحد، مشتركين في تصنيع سيارة كهربائية كاملة زي ما تابعنا وتابعنا. حاولنا نقل الصورة كمان ليكوا وللسادة المشاهدين يا ليلى، فدي بالنسبة لي من أكتر الحاجات كمان المهمة، إنه المهرجان ده مش بس هو حدث ترفيهي ولا رياضي ولا ثقافي، لكن إن هو حدث كمان بيدعم المواهب وينمي كمان المواهب وبيعرضها كمان للرواد، إن كان رواد مدينة العالمين أو حتى رواد المهرجان. يا ليلى الحقيقة ده كان من أهم الأحداث اللي حصلت على مدار الأسبوع اللي فات. كمان لو هنتكلم في نفس النقطة ولكن على الصعيد الرياضي وعلى الجانب الرياضي، كمان شفنا الشامبيونز ليج للسيدات، لأنه وخلاص موتنا فكرة أنه الستات أو البنات ما بيعرفوش يلعبوا كورة. شفنا حرفنا حقيقي من عدد كبير جدا من البنات، الفتيات والسيدات كانوا بيلعبوا كورة، كانوا بيلعبوا بأداء قوي جدا الحقيقة يا ليلى. كمان ده كان من ضمن الأحداث الرياضية المهمة جدا. كمان مسابقة الحريف أو 3×3 اللي كان فيها مواهب جديدة قدمت كل إمكانياتها وطاقتها قدام الجمهور وتعرفوا على بعض، وبالفعل يعني كان في إظهار لمواهب رياضية كمان كبيرة جدا. زي ما قلت لك يا ليلى في أحداث كتير جدا هنا بتحصل، مش بس متعلقة بفكرة إن هو كرنفال ترفيهي أو سياحي أو تثقيفي أو فني، لا هو حقيقي كرنفال مهم جدا، لأن هو بالنسبة لنا إحنا زي ما بنتكلم دايما إنه الدولة المصرية ليها رؤية وهي الاستثمار في البشر والاستثمار في العقول والاستثمار في المواهب، ده بجد بيحصل هنا على أرض الواقع من مدينة العالمين يا ليلى. طب يا زمانة لو اتكلمنا عن مهرجان نبتة خلال الأسبوع اللي فات، مهرجان نبتة تحديدا كمان يا جمانة، ازاي كان في تفاعل من الأطفال وأولياء الأمور معاه؟ يعني احنا شفنا كذا ورشة والفنان أحمد أمين كان موجود، وده أكيد يعني وجوده بس حاجة بتبسط الأطفال اللي موجودين. ازاي كان التفاعل طبعا. والورش دي كان شكلها عامل ازاي؟ خليني اقول لك يا ليلى انه الحقيقه مهرجان نبته كان من ضمن الفعاليات اللي كان عليها اقبال كبير جدا جدا جدا، وخليني اقول لك كمان انه بالفعل كان رواد المهرجان واولياء الامور والاطفال نفسهم كانوا اصلا مستنيين بدء فعاليات مهرجان نبته عشان يشتركوا فيها، لانه المهرجان مش بس للاطفال يا ليلى، هو المهرجان كمان للكبار اللي عندهم موهبه، ان كان في صناعه المحتوى للطفل بشكل عام، واحنا بالفعل كنا محتاجين ده. ويمكن تابعنا كمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار الوقت اللي فات كانت بتشجع وبتدعم كمان صناعة المحتوى للأطفال، إن كان أنيميشن أو حتى كونتنت إنه يقدم للأطفال، فده كمان دلوقتي بيزيد أكتر من خلال مهرجان نبتة، من خلال ورش عمل مش بس للأطفال زي ما قلت لك، ولا بس من خلال إن هم يدخلوا ورك شوبس أو ورش عمل لصناعة البروجكت في الآخر بيكون بروجكت أنيميشن، ولا حتى الرسم ولا كل ده، لكن حتى الكبار اللي عندهم أي كونتنت ليه علاقة أو محتوى ليه علاقة بصناعة محتوى للطفل كمان كانوا موجودين وكانوا بيستفيدوا. الحقيقة يا ليلى مهرجان نبتة من أكتر المهرجانات فعلا أو من أكتر الفعاليات فعلا اللي كان عليه إقبال كبير جدا جدا جدا، ويمكن كمان كانت الناس متوقعة أنه يستمر الأكتر من كده، وكانوا كمان في آراء كان بتتكلم على أنه إحنا محتاجين مهرجان نبتة يكون بشكل أكبر أو بشكل موسع عندها عشان يقدروا كمان يستفيدوا في صناعة محتوى للطفل بشكل أكبر من ده. رومانا أنا بشكرك شكرا جزيلا، أكيد هنتواصل معاكي عشان نعرف إيه هي آخر الفعاليات والأحداث على مدار اليوم وعلى مدار وجودك في العالمين الجديدة، عشان تنقللنا دايما وبصورة مباشرة كل اللي بيحصل في المهرجان وكمان كل المفاجآت اللي موجودة. بشكرك شكرا جزيلا جمانة.